السلام عليكم ومرحبا بكم احبائي الاعزاء. اليوم في القناه ديالي غادي نقدم لكم واحد الوصفه بالنسبه للعيالات اللي بغا يزيدوا في الوزن ديالهم. هذه الوصفه هذه المكون ديالها الوحيد وهو الشريحه. غادي تسمحوا لي اليوم لانني ما جبتش الشريحه عندي، حبيت انني نقدم لكم هذه المعلومه هذه شفويه ونقول لكم الوصفه بطريقه اللي جربوها العيالات باش ديروها وتجربوها، غادي تعطيكم نتيجه مزيانه ان شاء الله. المكون الوحيد في الوصفه وهي ماده ديال الشريحه، الكرموس اليابس اللي كيعرفوه كاع الناس، الشريحه اللي معروفه بالتين. الناس اللي ما كيعرفوش الشريحه باللغه العربيه ديالنا، هذه الوصفه هذه خاصه بالشريحه ويعني التين، وهو الكرموس اللي كناكلوه كاملين، اما معروف اما بالتين ولا الكرموس ولا الشريحه. علاش نعطي هاد الاسماء؟ لان كنتعامل مع بزاف تاع الناس خارج المغرب ما كيعرفوش اشنا هي المعنى ديال الشريحه، يعني الشريحه. هاد الوصفه هذه خاصه بالشريحه ولا التين ولا الكرموس، هادو ثلاثه التسميات اللي عندها. الطريقه ديال استعمال ديال هاد الشريحه هذه وهي غادي ناخذ ثلاثه الحبات، ثلاثه الكرموسات يعني ثلاثه الحبات ديال الشريحه. تبعوا معايا سيدتي هذه الوصفه، هذه راها مزيانه وغادي تعجبكم وغير مكلفه. غادي طريقه الاستعمال سيدتي، غادي ناخذ الشريحه، غادي ناخذ ثلاثه الحبات ديال الشريحه وغادي ناخذ اليانسون، اليانسون اللي كيعرفوه كاع الناس. غادي ناخذ اليانسون ماشي مطحون، اليانسون غير مطحون. غادي ناخذ ثلاثه الحبات ديال الشريحه وغادي ناخذ اليانسون وغادي ناخذ كاس ديال الحليب، تقريبا فيه كاس ديال الحليب اللي كنشربوه يوميا، غادي ناخذ قياس كاس تاع الحليب اللي غادي نقدروا نشربوه. طريقه ديال استعمال ديال هذه الوصفه هذه، غادي ناخذ دوك ثلاثه الحبات ديال الشريحه وغادي ناخذ اليانسون وغادي نديروهم في هذاك الحليب، غادي نغطسوهم في هذاك الحليب وغادي نخليوهم في الثلاجه حتى الغد ليه، حتى تيصبحوا في هذاك الحليب. الطريقه باش غادي يصبحوا في هذاك الحليب، غادي يصبحوا دوك الشريحات منفوخين وغادي نحيدوا دوك الشريحات وغادي ناخذوا داك الحليب غادي نسخنوه شويه، غير ندفيوه ماشي نفيضوه، غير ندفيوه باش نقدروا نشربوه. غادي ناخذوا هذاك الحليب غادي نصفيوه وغادي نشربوه، هذاك الحليب اللي كانت بيته فيه الشريحه غادي نشربوه وغادي ناكلو دوك ثلاثه الحبات ديال الشريحه. هاد الطريقه هادي الا داومتيها سيدتي المده ديال شهر، انا كنضمن لك بانك غادي تلقاي واحد النتيجه جميله وغادي تعجبك بزاف بزاف بزاف. والا ما فهمتيش سيدتي شي حاجه ممكن تخلي لي ميساج في القناه ديالي، راني غادي نجاوبك على جميع الاسئله ديالك. كنتمنى سيدتي ما تبخليش على راسك بهاد الوصفه هذه، لان الشريحه دابا موجوده عندنا الحمد لله، واليانسون موجود، الحليب حتى هو كذلك موجود. هاد الطريقه هذه ممكن تستعمليها يوميا، في الليل ديما ديري ثلاثه الحبات في كاس تاع الحليب مع اليانسون وتخليهم في الثلاجه حتى الغد ليه، غادي تصبح الشريحه منفوخه، غادي تاكلي ديك الشريحه وغادي تصفي داك الماء داك اليانسون، تصفيه من الحليب، تحيدي منه داك اليانسون تصفيه وتدفيه واحد شويه وتشربي حتى هو داك الماء ديالو فاش كانت مرقده الشريحه، وباذن الله غادي تشوفي النتيجه. والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله. كنتمنى تشجعوني بلايك وتزوروني في القناه ديالي. الى حلقه قادمه ان شاء الله.